بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بيان تشكيل كتيبة جنود الحق في مدينة البوكمال وضواحيها بفضل من الله تعالى نعلن نحن كل من سرية عمار بن ياسر وسرية ربح البيع وسرية أبناء عائشة وبعض المجموعات المتطوعة من ثوار البوكمال وضواحيها عن تشكيل كتيبة جنود الحق إحدى كتائب الجيش السوري الحر وندعو كافة الثوار والمعارضة السورية في الداخل والخارج لتوحيد الصف وتقوى الله عز وجل والاعتصام بحبله جل في علاه حيث لا ناصر لنا إلا الله إلى القسم أقسم بالله العظيم 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 أن أعمل جاهدا أن أعمل جاهدا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله بكل ما أوتينا من قوة بكل ما أوتينا من قوة وأن نكون مطيعين أن نكون مطيعين لقائد الكتيبة لقائد الكتيبة وقادات السرايا وقادات السرايا وأن يكون سلاحي موجها فقط وأن يكون سلاحي موجها فقط نحو عصابات الأمن والشبيحة نحو عصابات الأمن والشبيحة ومن يقف معهم من كتائب الجيش الأسدي ومن يقف معهم من كتائب الجيش الأسدي وأن نصون الأرض والعرض وأن نصون الأرض والعرض ونحمي المدنيين العزل ونحمي المدنيين العزل والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد والله أكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر